الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون، الذي لا يدركه غوص الفطن. الحمد لله على تجدد كل نعمة، الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق بشيرا ونذيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره، فإن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى في معرض رحمته لعباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى جعل لرحمته مواسم، ورحمته واسعة، وسعت المؤمن والكافر، وسعت المطيع والعاصي، وسعت الجيد والطالح، ولكنه أرحم الراحمين وأرحم بعباده من والديهم. لذلك جعل هذه المواسم إضافة لرحمته الواسعة، فجعل من هذه المواسم أياما في الأسبوع ليلة الجمعة، وجعل شهر رمضان شهر خير وبركة، وجعل فيه ليلة القدر التي هي خيرا من ألف شهر، وجعل ليلة العيد التي يعتق فيها الله سبحانه وتعالى بمقدار ما أعتق من عبيده في شهر رمضان، يعتقهم من النار، وجعل هذا اليوم عيدا للمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يعود عليهم بالخير والفضل والبركة. وإذا كان هذا اليوم عيد، فهو لأن الإنسان قد جاهد الشيطان وحاربه من خلال محاربة غرائزه وشهواته ورغباته في شهر رمضان، فامتنع من الأكل والشرب وباقي المحرمات في نهار شهر رمضان لكي يبقى صائما ويتربى على الإرادة وعلى ضبط النفس وعلى مخالفة الهوى، ومر بهذه التجربة لمدة شهر كامل، فالله سبحانه وتعالى يعطيه الجاهزة والهدية في هذا اليوم إن شاء الله. ولكن وصايا أهل البيت سلام الله عليهم تقول: ليس العيد من لبس الجديد، بل العيد من أمن الوعيد. صحيح أن هناك استحباب في لبس الجديد في هذا اليوم، وأيضا التعطر، ولكن العيد الحقيقي إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنا وقد آمننا في يوم المحشر وتقبل صيامنا وأعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال والطاعات والعبادات، وأن يجعل السنة القادمة سنة خير وبركة وعطاء، وأن يرحم أموات المؤمنين جميعا، خصوصا من العلماء والشهداء والصالحين، وأن يحشرنا معهم جميعا في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين وجامع الأولين والآخرين إلى يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ندبكم إلى أمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وصل على المعصومين علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على الإمام الحسن المجتبى الشهيد المسموم سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم على الحسين الشهيد بكربلاء سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقي العلم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى رضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر لمحسننا ومسيئنا، اللهم اغفر لحرنا وعبدنا، اللهم اغفر لنا مغفرة لا نؤاخذ بعدها في البرزخ ولا في يوم القيامة. اللهم اعصمنا من الخطأ والزلل حتى لا نعصيك، وأخرجنا من هذه الدنيا وأنت راض عنا رضا لا سخط بعده أبدا. عباد الله، نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي عباده بما يشاء، ولكن المؤمن يصبر على أنواع البلاء. ونعلم أن أمتنا في العراق وفي باقي مناطق العالم الإسلامي تعيش محنة كبيرة وتحديات صعبة، ولكن المؤمن الراضي بقضاء الله وقدره يحاول أن يؤدي واجبه المكلف به ولا تهمه النتائج، لأن الله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الذي يعطي النجاح والفلاح والتسديد لعباده الصالحين. وما خاب عبد توكل على الله سبحانه وتعالى، إذ على الله يتوكل المتوكلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل أمتنا والمؤمنين في كل مكان، وأن يشمل عموم البشرية في كل العالم بالرحمة والرضوان، وأن تكون السنة القادمة سنة خير ومحبة وأمن وسلام على الجميع، ينعم فيها البشر بنعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة. عباد الله، إن الله يوصينا بأن نكون عبادا صالحين وضمن لنا الاستجابة. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء وضمن لنا الإجابة، فلنتوجه في هذا اليوم المبارك إلى الله سبحانه وتعالى لنأخذ منه جل وعلا هديتنا بالمغفرة وحسن العاقبة، والمغفرة لموتانا ولمن سبقنا من
من إخواننا بالإيمان، وبالتوفيق لشبابنا وبناتنا ومؤمنينا في كل مكان، خصوصا في هذا المكان من العالم حيث التحديات فيه كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.